اعمل دلوقتي شوربه مشروم وبصل اخضر. نقول على المكونات: مشروم فريش، فلفل حار، مرقه، بصل اخضر وكرات، زنجبيل فريش، وتوم فريش. احط طاسه على النار، وبعدين نفصل بقى البصل عن الكرات. ده البصل وده الكرات. هناخد شويه من البصل الاخضر نخليهم للاخر علشان ايه ازوق بيها واحطها على الوش. هعمل البصل كمعامله طبيعيه خالص، زي الايه، زي ما اكون بستعمل بصل احمر او بصل اصفر. والكرات الطاسه المفروض تكون سخنت. مفيش مشكله خالص ان انا ابتدي الاول بالبصل كده وبعدين احط نقطتين الزيت او الزبده او الماده الدهنيه اللي هستعملها، مش هيحصل اي حاجه، بل بالعكس ده هيدي طعم مش محروق بس ناحيه كده زي مدخن. هحط بقى معلقتين زيت، واحط مرقه خضار زي ما هي، زنجبيل ده كتير قوي طبعا، احط نص كميه تبقى تقريبا معلقه، وهنحط معلقه من الثوم. يبقى انا كده حطيت البصل والكرات والزيت وثوم وزنجبيل والمرقه، وطبعا الحار راجع لحضراتكم. خلي بالنا الشطه الصغيره دي بتبقى نار، فاللي ما بيحبش السبايسي قوي ايه يحط حبه صغيرين. قلب كده كويس، ربع معلقه فلفل اسود بس عشان الطعم، عشان هو كده كده هيبقى سبايسي كفايه بالفلفل الحراق ده. ونسيبهم على النار على ما اكون قطعت المشروم. هقطع المشروم تقطيع عاديه خالص، وبعد كده ممكن بقى نعمله في الخلاط مشروم بقى. مجرد ما المشروم اتقلب في الحله نقدر نزود الميه. انا ما اقولش على الميه في المكونات بس هنضيف ميه طبعا. مجرد ما المشروم اتقلب من دلوقتي نقدر نزود الميه ونخليها، ممكن نخليها تبقى فريش خالص، يعني تبقى المشروم والبصل لسه مش ولتد قوي، او مش يعني ما بقاش مستوي قوي. يعني انا كده هزود الميه دلوقتي وهسيبها. لو هنعمل بقى مشروم كريمي يبقى هنضطر ان احنا، او مش هنضطر يعني، هنحطها في الخلاط او الهاندلاند، بس دي انا هسيبها كده زي ما هي تغلي لمده يمكن دقيقتين ثلاثه. ونجهز بقى البصل الاخضر اللي اتحط على الوش ده. ناخد دي كده، هنسيبها تغلي بقى دقيقتين ثلاثه. كل ما نسيبها اكتر كل ما المشروم هيطرى اكتر، بس انا زي ما قلت لحضراتكم عايزينها تفضل فريش، فانا شايف ان هي كده بقى لها يمكن 3 دقايق بتغلي، نقدر نبتدي نقدمها.